السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بيكم على قناتكم على اليوتيوب لو نفسك تخس، وعلى صفحتكم على الفيسبوك لو نفسك تخس. وخد بالك من صفحات الفيك، خليك في الصفحة الأصلية على الفيسبوك اللي فيها 1,450,000 أو يزيدون شوية يعني. طبعا النهاردة اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من رحلتنا عيشها بسعادة بدون دون زيادة. عيشها بسعادة بدون دون زيادة. الناس اللي كانت قاعدة في البلكونة ومش عارفين احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم يا جماعة في مسابقة مدتها 7 أسابيع. 7 أسابيع بنشجع الناس ان هم يغيروا حياتهم، وتم وضع أنظمة بواسطة متخصصين على الصفحة علشان خاطر ان هي تشجع الناس من خلالها. ناس كتير حققت انجازات في رحلات سابقة، وان شاء الله بإذن الله احنا مستمرين معاكم في رحلات، في الرحلة دي وفي الرحلات قادمة ان شاء الله بإذن الله. بس تابعونا على قناتنا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة، وكمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا النهاردة مع بداية دخول الجامعة، وسمعت ان النهاردة بدايات الجامعة تقريبا او امبارح، هتلاقي ان كل واحد نزل الجامعة يقولك انا دايخ، انا تعبان، انا مش قادر اكمل، اصل انا رحت ضربت رغيف الفينو، لان انا صراحة ما قدرتش اكمل دايت لان يوم الجامعة شاق جدا والدنيا حر وفرهضة والكلام ده. هي نفس الشخصية اللي كانت بتقول أنا قاعدة في البيت، فمن كتر قاعدة البيت لخبطت علشان خاطر أنا قاعدة مش عارفة أعمل إيه، لو أنا بخرج بقى كان الموضوع فرق. فلما خرجت راحت الجامعة، وبالتالي لقت إن الموضوع معاها فرهضة، وبالتالي لخبطت وأكلت مع أصحابها سندوتشات الفينو والبطاطس اللي محطوط عليها الكاتشب والمش عارف إيه، زي ما هي بعتت لنا كده في الرسائل. طبعا الناس دي بتبقى ناس يعني اللي هو إيه، بتهرج أو بتهزر، جاي تهزر مش جاي تخس. لأن اللي جاي يخس أو اللي عايز يخس بيبقى عنده هدف، بيبقى عنده هدف عايز يوصل له، مهما كان الموضوع، ومهما كان الموضوع بالنسبة له شاق أو إن هو بيبذل مجهود. بالعكس، أنا كل ما بتعرض لحاجات بتحاول إن هي تبوظ لي الدايت وأقاومها، كل ما كان الموضوع أحسن. وزي ما دايما بنقول إن رحلة التغيير أجمل وأحلى وأروع من التغيير نفسه. إن أنت تقعد تقول لنفسك أنا والله العظيم النهاردة قاومت إن أنا ألخبط في الجامعة، إن أنا أخدت معايا الفطار بتاعي وأكلت في وسط زمايلي، وطلعت السناكس كده من اللانش بوكس بتاعتي وقعدت آكل معاهم، وإيه ده يا بنتي أنت بتاكلي جزر؟ آه يا جماعة أنا عاملة دايت. لا أصل أنا مش أقول لهم، أصل أنا خايفة إن أنا ألخبط ومش عارف إيه وبتاع. صدقيني أنت لو عندك ثقة في نفسك وبجد عارفه ان انت هتوصلي لهدفك، هتقولي للناس كلها ان انا بعمل دايت. ايه يعني بطلع جزر؟ ايه يعني باكل خيار في وسط الكليه؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله خالص. الناس اللي بتاكل الاكل غير صحي دي، صدقيني حتى لو ما بتتخنش فبيحصل لهم ضرر. الناس اللي بتتخن يعني، انا ان شاء الله باذن الله هتكلم لكم في حلقه منفصله عن اضرار الاكل الصحي، خلاص ان الناتج منها السمنة. ولكن اللي بياكل اكل صحي برضو بيتعرض لخطر بعض الامراض الكبيرة. يعني حضرتك انت بتاكلي هيلثي فود، يعني هم مفروض ان هم ياكلوا زيك، يعني هو انت مش بتاكلي كده عشان تخسي وبس، ده المفروض الاكل الصح، عشان كده اسمه اكل صحي لانه صح. العك اللي هم بيعملوه لما تروح كده الكليه وتلاقي ان الجريل اللي بيعملوا عليه الاكل ومليان زيت، والراجل عمال يحط زيت عادي خالص وعمال يحمر بطاطس ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل ده كوليسترول وكل ده اكل غير صحي. فلما انا اكل اكل صحي واخد معايا الكليه اكل صحي، ما بقاش انا كده منظري غريب. لا انت حضرتك مش منظرك غريب خالص، انت مفروض ان انت الصح وهم الغلط، ان انت اللي ماشي صح وهما اللي ماشيين غلط. مش شرط ان الناس كتير بتعمل حاجات غلط يبقى هما اللي صح. لا حضرتك انت ليك مبدأ، انا بغير من نفسي. فانا دلوقتي اي حد عايز يخس وبيروح الكلية وشايف ان الموضوع شاق، مواصلات وصحيان من بدري وحضور محاضرات وتركيز، حضرتك لو اخدت معلقة العسل بتاعتك، لو انت ما عندكش اي مشاكل صحية عشان تاخد معلقة العسل بتاعتك، وان انت رحت الكليه بتاعتك اول حاجه عملتها ان انت فطرت الفطار بتاعك، اخدت معاك الفطار بتاعك فطرته خلاص، واخدت معاك حتى يعني انت لو انت يعني مش حابب العسل او مش عارف ايه، اخدت معاك كوبايه حليب وعملت فيها ال3 تمرات بتوعك وضربتهم في الخلاط واخدتهم معاك وشربتهم معاك ساعه الفطار،
وان انت مثلا يعني انت لو الكليه بتاعتك قريبه، احنا بنتكلم لو الكليه قريبه بتاعتك خلاص، او اخدت تمره وتمرتين مع كوبايه الحليب بتاعتك، واخدت الكليه معاك كوبايه الحليب بالتمر تمام، وبعد كده فطرت، وبعد كده معاك السناكس بتاعتك، ولو عندك سناكس فاكهه اخدتها خلاص، هتلاقي ان اليوم كله فيه اكل، وهتلاقي نفسك ان انت شبعان، وهتلاقي ان معدلات السكر في الدم مظبوطه كده، وتلاقي نفسك منتعش ومبسوط. لكن اللي انا بعمله ان انا يا اما بجوع نفسي، يا اما بروح بقى اقول ايه، انا هنزل اروح الكليه دلوقتي مش هفطر، بس هنزل اروح الكليه دلوقتي ويحلها ربنا بقى، ابقى قابل اي حاجه. وانت عارف، هو انت حضرتك معلش يعني معلش، هي الكليه اصلا ما فيهاش هيلثي فود، يعني انت مش هتلاقي مثلا واحد قاعد بتاع خضار مثلا في الكليه، مثلا مش هتلاقي واحد بتاع خضار قاعد في الكليه، او مش هتلاقي مثلا واحد بتاع خضار قاعد مثلا يعني ايه، يعني واحد ماشي كده يعني في قلب الكليه عمال يقول يا خاصه يا خضار مش عارف ايه بتاع، مفيش الكلام ده، انت قاعد في الكليه. فما تقنعنيش ان انت هتنزل من بيتك ما فطرتش، خلاص مش هتقنعني، ما تقنعنيش ان انت هتنزل من بيتك وانت مش واخد فطارك هتروح الكليه، هتلاقي واحد عامل دايت مثلا مع الصفحه هتقابله هيكون معاه نفس الفطار بتاعك ويقول لك تعالى نقسمه مع بعض. لا، انا لازم يبقى عندي بلان، لازم يبقى عندي خطه امشي عليها. ما عنديش خطه ان انا اعمل فطاري واجهزه واظبطه واخده وانا نازل خلاص، يبقى مش هستنى ان انا اخس، مش هستنى ان انا ممكن اروح الكليه الاقي حد يفطرني. يبقى اذا الناس اللي بتشتكي ان هي ما بتعرفش تظبط اكلها في الكليه، الناس ان هي ما بتعرفش تظبط الرجيم بتاعها في الكليه، فانا بقول لك ان الكليه بتخسس، الجامعه بتخسس. انت ما شاء الله بتنزل من الصبح بدري، ظبطت يومك خلاص، نومك بقى مظبوط، بتنزل تروح كليتك، بتروح من محاضره لمحاضره، لو كليتك عملي فانت بتروح المعامل بتاعت العملي والكلام ده، بتتحرك بقى عندك نشاط بدني اهو، بتتحرك نفسك، هتلاقي نفسك ان انت يعني بقيت نشيط خلاص. بترجع البيت بالليل، اللي هو انا برجع البيت مثلا الساعة 5 بتغدى، وبفضل مثلا اراجع المحاضرات بتاعتي ومش عارف ايه، على الساعة 10 11 اخد العشاء بتاعي واتوكل على الله انام خلاص، علشان خاطر انا مش قادر افتح عيني اصلا، وبالتالي بصحى النوم الصبح، وهكذا نومك ويومك بقوا مظبوطين. ودي اكبر حاجة بتظبط الحرق، ودي هنتكلم عليها في حلقات منفصلة، ازاي تظبط الحرق بتاعك بالشكل الصحي بالشكل المظبوط، ايه هي الحاجات اللي لازم تتبعها علشان خاطر ترفع من الحرق بتاعك. علشان كده نصيحة لكل واحد بينزل الكلية يعمل بلان لنفسه، نصيحة لكل واحد حتى لو مغترب، حتى لو عايش لوحده، حتى لو في مدينة جامعية، حتى لو في اي حتة خلاص. وده هنتكلم على المدينة الجامعية. طب انا دلوقتي في مدينة جامعية اعمل ايه؟ مشكلتك هتكون في الغدا بس، مشكلتك هتكون في الغدا بس، لكن فطارك وعشاك انت تقدر توفره. فطارك ساعات بيبقى فاكهه، ساعات بيبقى زبادي، والعشاء هكذا خلاص، فانت هتجيب بس فطارك وعشاك. لكن طب الغدا اعمل ايه في الغدا؟ الغدا هتاكل البروتين المتاح بتاعك، البروتين المتاح بتاعك، يعني حضرتك عندك بروتين في الغداء، حطوا لك فراخ، حطوا لك لحمه، حطوا لك مش عارف ايه الكلام ده خلاص. الانظمه موجوده وتم وضعها بواسطه متخصصين، مكتوب فيها الكميات اللي تقدر تتبعها. في نظام على الصفحه اسمه النظام الاقتصادي، تقدر ان انت تتبعه خلاص في المدن الجامعيه. نظام اقتصادي يعني زيه زي البيت، زيه الناس اللي هي تقدر يعني حضرتك تمشي على النظام الاقتصادي ده. الناس اللي هي مثلا احنا كنا عاملينه علشان خاطر الناس اللي هي ما تقدرش توفر الحاجات بتاعه الانظمه بالشكل المطلوب، او ما بتقدرش ان هي تعمل اكل ليها مخصوص، فتعمل ايه؟ فالناس دي عملنا لها نظام اسمه نظام اقتصادي. خلاصه الكلام ان انت لازم يبقى عندك بلان لنفسك. انت عندك دلوقتي عايز تخس، يبقى لازم تتعب شوية وتفكر، وان انت تعمل الخطة بتاعتك اللي هتمشي عليها خلال فترة الرجيم بتاعتك، تشوف ايه ظروفك. انا رايح الجامعة، يبقى انت تحضر الفطار بتاعك، تحضر الفطار بتاعك من يومي من الصبح او من بالليل خلاص، وتبقى عارف انت تاخد ايه معاك. حاول ان انت ما تتكسفش وانت قاعد في وسط اصحابك، وانت بتطلع الجزرتين بتوعك، وبتطلع الطماطم بتاعتك، الخيار، القتة، الخس، الحاجات دي كلها، وانت بتاكل ما تحاولش ان انت تتكسف. وصدقني هم اصلا هيلاقوك انت بتطلع الخيار والخس والقته، هيقعدوا يتريقوا عليك شويه، وبعد كده هيخلصوا الاكل بتاعك،
مع انه لسه ضارب له 2 شاورما سوري وجاي ياكل، يبصص لك في القته بتاعتك يقول لك هات حته. وده الصراحه اللي بيتعب في الموضوع، ان تلاقي واحد مش يعني مش ماشي على نظام خالص صحي وجاي ياكل الاكل بتاعك، فكتر شويه من الخيار والقته بتوعك علشان خاطر الناس هتاكل ايه منك الاكل ده. اسعد الله صباحكم بكل خير، معلش رساله طويله علشان خاطر ان احنا نحاول نلم فيها كل الحاجات. اسعد الله صباحكم بكل خير، ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت لو انت بتتفرج على قناه اليوتيوب، وتعمل اشتراك للقناه علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بتنزل كل يوم ان شاء الله باذن الله. وكمان لو بتتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل شير عشان توصل المعلومه لكل الناس اللي في الجامعه ويتفرجوا علينا كده ويتشجعوا ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.